حتى المفاصل التي سيطرتم عليها في النيابة العامة انتجت لكم كراهية ومقتا وليس اخوانة او حبا. سينتفض اسود النيابة عن قريب ليقررون مصيرهم، وسأذكركم وقتها ان صمت هؤلاء الاشاوس هو الصمت الذي يسبق العاصفة. لم يطول صبرنا على نائب عام باطل، والباطلون اصبحوا كفر. مجلس الشورى باطل، ونائب عام باطل، ولجنة تأسيسية باطلة، ودستور نشأ عنها بالضرورة لابد ان يكون باطلا. لقد كثر البطلان في عهدتهم، صاروا متعهدي البطلان، والشعب هو متعهد الصواب على يد قضاته وقضائه الحر النزيه. افعلوا ما شئتم، افعلوا ما يحلو لكم، ان كان هذا الذي تفعلونه هدفا فبئساه الهدف، وان كان يسعدكم فتبا لسعادة تأتي عن طريق اضاعة الحق والعدل. تيقنوا وانا لكم ناصح امين، لا شيء مما تفكرون فيه سينفعكم. عودوا الى حضن الوطن، عودوا الى احضان الشعب، عودوا الى حيث ينبغي ان يكون من بيده الامر.